أجواء عيد الفطر في القيروان على الحياة أفهم. عيادي وسنين دايما على الحياة أفهم. مرحبا بكم مستمعين على الحياة أفهم في حلقة خاصة من برنامج معالم وحكايات القيروان، وهي حلقة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحبينا تكون حلقة ختامية وتحية الضيفين الكريمين السيد المهندس المعماري نور الدين الغماري والسيد محمد البرجيني، وهو متقاعد من المعهد الوطني للتراث وابن جمعية صيانة المدينة، وهما من ذاكرة وحافظة تاريخ القيروان ورواة الحكايات والأحداث التاريخية، وعاشوا يعني عديد الأحداث وربما حتى القصص والمغامرات في المدينة. اليوم كما قلنا بمناسبة عيد الفطر المبارك، حبينا نعرف أكثر يعني من أسرار وحكايات وأجواء عيد الفطر المبارك على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأسري، نعرف زادة تقاليد الاحتفال بالعيد، كيفاش كانت تتنشر فرحة العيد وسط الأحياء والأزقة وبين المعالم الأثرية العتيقة للمدينة، باش تحدثوا عاد على سهرية ليلة العيد والأكلات وأعداد الحلويات وبرشا حاجات تفقدت في أجواء الاحتفال بالعيد. يرافقني في الفريق الأعداد التقني محمود في الديجيتال وعزيز في الإخراج التقني. سي محمد البرجيني، العيد شنو يعني لك؟ العيد عيد الفطر، صحيح نحن توا في ظرف استثنائي في حجر صحي، ربما بعض مظاهر الاحتفال والفرحة نقصت شوية، حبينا نرجع بالذكريات التالي وقت طفولتك مثلا. عيد الصغير هكا يتسمى العيد الصغير؟ ايه العيد الصغير هو شوف، العيد ديما يبقى عيد، ديما يبقى عيد، حتى لو كان تجي الكبسات والحكايات ديما يبقى عيد، ديما هو نهاية شهر رمضان، فهمتني؟ خاصة العيد الصغير. العيد الصغير عنده نكهة، توا ولا قبل، نحن نقولوا قبل، هو النكهة منين تبدا؟ العيد الصغير تبدا من ليلة النص نتاع رمضان، من ليلة النص نتاع رمضان. نحن فما كلمة نقولوا رمضان إذا كان فات 13 وإذا كان فات 14 معناها شيء، معناها وقتاش يخرج ليلة النص تتبدل، تتحل حوايج في الليل، المر خاصة المر نتاع القماش كان يبيع في الدبش، وتبدا حركية تجارية من ليلة النص. بعد تجي ليفينمون نتاع ليلة 27، ليلة 27 ايش يحدث؟ ليلة 27 نحن تبدا ابتداء من الطبيل، الطبيل كان في العادة كيما نقولوا يجي ما ثلاث، ليلة 27 يجي نصف الليل، الواش؟ أولا الناس تبدا تحضر في الحلو، الناس ما كانتش تشري الحلو بكل، الناس تبدا تحضر في الحلو في ديارها، في السقايف نتاع ديارها، اش تعمل؟ في ليلة 27 تبدا يوم ليلة 27 يعملوا المقروض ويعملوا الغريبة، الغريبة فيها السمعة وفيها القبة وفيها النجمة والهلال، توا الكرواسون نحن نقول النجمة والهلال، هذوما فما يتباعوا قوالب يتباعوا هذوما، فهمني؟ ثم ديار أخرى تعمل الفطاير المسمنة نوع زاد يعملوهم الديار، وفما الفطاير الأخرى. فكيجي الطبال اول ما يستفتح عليهم الطبال نصف الليل يخرج نصحن. قالوا الطبال في ليلة 27 الليله الوحيده اللي يعمل صانع معاه يهز قفه كبيره يحط فيها نصحنه ولا حلو هذا وكذا. ليلة 27 سي فيني معناها في رمضان، دخلنا في ليله العيد، دخلنا شرينا العيد وجا العيد. كي جا نهار العيد طلع عندنا حلونا حاضر، الصباح اللبيات الكبار يمشيوا للجامع حكاية عيد، معناها عادي عادي جدي مصاريف العيد. احنا صغار ماتنا تعطينا القفة وتحط لنا فيها أصحنة نتاع الحلو، ونمشيوا نفرق في الديار الأقارب نتاعنا. أنا واحد من الناس، أنا صغير في عائلتنا، نظل نستنى فيه النهار هذاك، الواش باش كي وقت اللي نمشي أنا نهز لدار عمتي ولا دار عمي ولا دار خالي نعطيه ياخذ صحنه يعطيني عيدي. مالك كيفاش مش مشي فلوس؟ مالك قداش كانت هكاك؟ والله ايش نقول لك، من 20 ل 50 راهي 20، تا نقول لك شنو به وكيكه مجانيه مش تولي، وال 50 راهي 50 راهي 50 فهمني، يقول لك دوروا دوروا وعنده قيمته فلوس يقضي اكثر من شهور، فهمني؟ باه ناخذوا العيد هذاك وندوروا ونزلوا عاد تدخل فيها حاجه حلوه ياسر.
ذوقنا حلونا نذوقكم حلونا نذوقوا الحلول بعضنا. معني هذيك هي هذه المقوله هذه نتاع عم كتخديجه هذه نتاع دار خالتك فلان باهي ناخذوك نرجع شنو نعملوا دوك الفلوس هذيك. فما عندنا بطحه في القروان بلي تاريخيا هذه يلزم تتعمل. عندنا بطحه جبنت كوستا. البطحه جبنت كوستا هذه للي ما يعرفهاش هي كانت بطحه كبيره تولت فيها بني مقابل هي تفتح على جبنت الفرنسيس وكان فيها الشجر نتاع السنوبر تو من الاثار نتاعو الطويله هذيك. اش كان فيها؟ كان فيها الدراجح درجع يد رجاح. هذه الدراجح هذوما واحد الدور هكا فهمتوا ليا صنادق نركبوا ب 20 فهمتني ويدوروا بينا ونظليو صغار نظليو ندوروا هذيك نوع نتاع الصنادق. وفما الاخرى الدرجيحه الاخرى حسنا لوح فهمني يجيو يدجوا بينا فهمتوا ليا فك حسنا فهمتوا ليا شيخ وشيخه. فما الى جانب هذا باك الفلوس هذيك نتاع العيد هذاك فما كرارت الكرارت اللي عنده كريته قبل ما كانت الناس بالكرارت عملوا الرمل وتجيب لوح. اش تعمل؟ تفرز زربيه فوق الكريته وتهز الصغار ب 20 وب 10 فما انواع فما شنو السيركوي عاد نركبوا الصغار هذوك نمشيو فما سيركوي يهزك من جبنت كوستا من غادي حتى للسيد الصحبي والفسقيه ونرجع قدام السبيطار ونرجع للحددي هذيك ب 20 وكي نروحوا نقول مشينا وجينا وروحنا لاباس علينا وكالصغار نضربوا شيخين وندوروا تصور انت راكبين في كريتها فهمتي هذيك كان راكبين في كرهبه. وسي نور الدين تعرفوا انت صغير ولا لا؟ نور الدين نعرف بوه فهمت وبعد هو صغير يجيني مع بوه فهمت ولا وقتها وفما نعرفوا قداش تصور سي نور الدين ذكريات مشابهه حكينا بك على الحلو حكيت على برج البقلاوه توا تتميم الكلام فيما يخص الحلويات راهو كل قبل الحاجه المميزه اللي ذكره اخونا محمد في حكايه نضوقك ونضوقني فيها نوع من التكافل الاجتماعي. انا خاطر عاصرت الفتره ذي ونفت عليها بكدا. انا اقول مثلا مثال معناتها انا عائلتي ثريه احنا مثلا نعملوا البقلاوه مثلا في عائلتنا احنا في دارنا تقريبا ما تغيبش كل شهرين شهر نعملوا سنيه البقلاوه او طبق البقلاوه. دونك فاش الميزه هذه فهمتني ابار انه البقلاوه اللي نحكيو عليها اللي هي بالسمن وبرج البقلاوه مش كي بقلاوه الطوه هذه فهمتني والتركيبه نتاعها وكل شيء هو التكافل الاجتماعي. خاطر اخونا محمد جبد على الغريبه بجميع انواعها واللي فقدنا من سيرتو غريبه السمعه. ما عادش عندي مدام عشره غريبه السمعه جمال كبير نقولوا لها الغريبه. وعندنا البشكوتو البشكوت وزاد فيها انواع فيها كل اللي كانت تعلي محمد كل اللي يروح بالبسباس وهذا بالورد زاد قام. ثم حاجه اخرى اللي كرهها زاده اللي هي الفطاير المسمنه لها روعه خاصه. انا كل انسان ما ضيقش فطاير القروال المسمنه ومخدوم مع الطريقه القديمه فاتو شطر عمر. ثم تجي بعدها تجينا السمسه يا سيدي السمسه زاد فيها انواع فيها سمسه اللوز وفيها سمسه البوفريوه وفيها سمسه الكاكاويه وسيدي وتق التصنيف وتشوف المهارات حتى ساعات فما سمسه نقولوا احنا سمسه كذابه. وفما حاجه اخرى يا سي محمد تثبتش عليها قبل لك العركه وكل محارك اللي تقع على حواشي البقلاوه صينيه البقلاوه يا سيدي ماهيش القوه في البقلاوه في الحواشي واحنا احنا صغار كل حد بالسطل نتاعو فهمتي وبكعبه البشقي. انا عندي خويا ضربوا لهنا مازلت تراس لهنا في زرت العركه هذيك فهمتني خاطر الحواشي هذوما ابار والدينا وقت اللي كان يعملوهم يسمونهم يعملوهم لك عابر وقت اللي خلطوهم في الواحد كذينا هي بنتهم الحواشي هذوما سي ناجح جربها العمليه هذيا ننصحك مش العركه لا 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 اسمع اسمع جرب الساعه الحواشي الساعه ودي ماهمش فيهم بنه غير عاديه خير من كعبه البقلاوه قوه البقلاوه في هذا من جانب نقولوا احنا على الغذاء. انا مثلا في الاجواء نقولوا اشنا احنا مثلا كنا نسكنوا في الرباط وفي البلاد العربي ثم احنا خرجنا فهمتني في شبابنا احنا مثلا انا احنا خرجنا فاحنا شكون مثلا كان بحذنا دار سي عبد القادر قواعه وسي محمد الزريبي كانوا بحذنا برشا فهمتني والحاج الزرقاء نتاع الكمانجه فهمتني فكانت من العائلات هذوما اللي خرجت شويه على المدينه. فاش كنا احنا نحن نعملوا مثلا في الليله سيرتو الليله الكبيره هذيك الحاجه الاولى نفرشوا الزرابي قدام الدار كل
زرابي ولوان بشي وكل لوان بكل نزينة أول ما طلعت تثبت عليها حمراء وخضراء وكل كذا طلع روسيت هذيك نعملوا باب الدار بالجريد يا صاحي نعملوا باب الدار بالجريد كانك احنا سيدي كبرت تلموا كبرات الحومة ليلة العيد انا بالنسبة لي عمري ما نسيها اللي خلني عاصرتها وصرتو كبرات الحومة مفروشين على الزرابي راهو الزرابي عرفتها مش كي الزرابي نقولوا احنا كلي بالعكس اعز زرابي زرابي القروية شنية كيما انواع زرابي العلوشة وجردة بورقيبة واللي بزوز محارب اضخم ما فما كل دهار تخرج اضخم ما فما وحاجة اخرى احنا احنا صغار قال كبرات الحومة بباياتنا قاعدين يحكيوا فهمتني وكذا احنا شنو نعملوا احنا تقنا نلعبوا في الغميض يا نلعبوا في الكورة ونهارت اللي نهار قلت له شو نهارت الوقت اللي احنا نعتشوا ولا كذا نجي ونعملوا اسكال بحدا بياتنا مش نلقاو مش نلقاو الكريمة هذه هاي بالفزدق وبالبندق ونلقاو الدرع ونلقاو الرزات تأدي شهوات تعرف النهار هذاك ليلة العيد شدون اكل ليلة العيد النهار هذاك يوم عظيم انا بالنسبة لي انا فكرني في سيد المكاوي في اسمها ليلة الكبيرة اكزاكتومو هي ليلة كبيرة هي ليلة كبيرة لانه ليلة العيد لانه يا سناج خيرات هذه اللي تنسعت لها من الحلويات ريتها من البسيط الى اللي ما تحلمش باش تاكل برج البقلاوه يا ودي حتى اكثر يا ودي وقت ذاك فما حتى فافرش انواع اخرين وقت اللي ظهرت اسمها القسطل القسطل ونشوه القسطل نتاع القسطل ومن بعد دخلت لنا القطايف ودخلت لنا الليله هذه كبيره علاش سنه نقول نسميها ليله كبيره لانه هي عباره على مهرجان اكثر منها الا سهر احتفاليه هي مهرجان سمح سيدي هذا في الديار والا يخرج للشارع وثم عباره العائلات مع بعضها عاش سي محمد لا ما هي علاش الليله الكبيره هي كلمه حلوه ياسر الليله الكبيره احنا قبل ما تلقاش عيله ما عندهاش اخوها ولا معناها ولدها ولا بنتها يخدم البرة في سوسة ولا في تونس يجيو اكلي كانوا البرة فتتلم فهمتني هذه الاولى اثنين الناس العم يجي والخال يجي معناها فما اواصر نتاع قربه كبيره ياسر شوف زاد عدد كبير من الناس من الزوار تولي القروان معناها وجهه معناها للزوار تجي والعائلات تتزاور حتى وسط المدينه تولي ثم حركيه بين المعالم كيفاش هو هي الحركيه في المعالم هما يجيو يزوروا خاصه السيد صاحبي والفسقية يدور خاصة كذا اللي جاوا نتاع صيف علاش عاوش نقول لك علاش في رمضان فما حاجة تعملت في رمضان وتعملت في غير رمضان كانت عندنا في القروان معرض يتوا في السبيطار نتاع القروان الباب نتاعو ثلاثة بيبان هذوك اللي في الرامبوان قد هذاك باب المعرض هذاك فهمتني هذا فيه طيارات وفيه كرماش وفيه كذا فالناس تمشي الغادي لك المعرض هذاك راو انيماسيون فيه شيء كبير وربح وتلقى الناس بال الفيلي هذاك الاخرين هم الربحين ودورنا وزهر يدور فهمتني تصور فما حتى الكلام بسيط يجي يعطيك ثلاثة نوامر مثلا هذا في ليلة العيد يعني حضرت له في ليلة العيد يعطيك ثلاثة نوامر 367 شكون جاب اي شكون ما فماش يهبط نومر اللي جاب 393 مش يربح سربيس باه يهبط نومر 392 يقول هو 390 اش يعيط شوفك الناس قداش بساطة قداش ناس بسيطة 390 صح علي ربح باك وسكر حاجة باهية باكو سكر مع العشرين والخمسين باكو سكر حاجة كبيرة شيء كبير واللي يحكي فيه راه سبحان الله مهم برشا علاش خاطر الأجواء هذه ما حكيناش احنا على سيرك عمار حد برا حد سيرك عمار هذه على فكرة عمار هو شيخ جزائري هو حقيقة راه وهو اسمه عمار الجزائري تخلط عليه لا احنا حكاونا عليه وخلطنا شويه املاكي خلطنا على السلك الايطالي ما خلطناش على السلك عمار لانه سلك عمار اكتسح اوروبا مش حتى القروان برك ولا العالم العربي اكتسح اوروبا هذه مثلا سي محمد يخلط عليه علاش خاطر من جيل الستينات هو جيل الاعداديه اي انت من جيل الستينات وفهمتني يخلط عليه انا مولود بعد سي محمد برك شنو دواد وكذا صلاة العيد وين بالضبط تكون في مصلى ولا في جامع الكبير ولا في سيد سحبي انا شوف انا ولد ربط بين قوسين فهمتني وصغير
فهمني، اللي نعرف الجامعة اللي في رباطنا هو جامعة زيتون، جامعة زيتون تقروا فهمني، الناس تصلي في جامعة زيتون، ما فماش سلال برا فهمني، الوقت هذاك راه في الستينات راه فهمني، وجماعة حمص الجامعة جامعة كبير، وجماعة اللي من هنا في السيد هكا ثلاث جوامع راه، وهم اللي في قراب للسوق وجامعة البين، احنا ما عندناش، احنا توا حتى في القروال توا حاليا عندنا خمسة ولا ستة جوامع في المدينة، خمسة وأربعة جوامع تاع جمعة فيه جامعة عقبة وجامعة الزيتونة وجامعة البي وجامعة الرحبة، وبعد ولا جامعة نقرة تعمل في الأربعينات فهمت، أما معناها يمشيوا ويصليوا على رواحهم الكبار لبسة العيد هذا واللباس التقليدي أنا مش نحكي لك لهنا على الأجواء، علاش سرتو توا احنا شاهدنا بقى برشا فلام في عصفور السطح وكل قصعة وكل حمامة، هذيك هي الحقيقة راهي تحب ولا تكره، خاطر احنا باش ترجع ليلة العيد اي بيان سور، خاطر هو شنو واش يتم احنا احنا بعدك الهيجة والبر وقف في الشارع ونجري واللعب كما قال لك سي محمد راه واحدة ما تحكيش راه اش نعمل واحد مش نتفتخوا بالنوم مش نروحوا ما ثلاثة لا ربعة نستناو ما نعرفوا السيستم شنو هو، والدينا مش يلبسوا مثلا نهار قبل صلاة العيد مش يلبسوا أحسن ما فما وكذا ثم يقصدوا ربي اللي جاب، وإحنا مش نعملوا مشدنا أمهاتنا نتعدوا على القصعة الناس كل ما فيش أنت ربما ما تعديتش عليها لا لا تعديت على القصعة مالك هاو على القصعة دوك الناس كلها فهمتني شيء بتفلو لا فماش خذ لا فما شامبو ولا شيء فهمتني ويذكر اكثر حاجه والفلايه والصابون الاخضر فهمتني وتتعدى الناس كل على القصعة وتتشلل وكذا وكذا ثم يخرجونا باش نلبسوا باش العيد هذاك اي باش العيد هذاك ايش كانت كسوه العيد سي محمد كسوه العيد كسوه انت والطقس هذا كسوه العيد انت كما قال لك انت والطقس اذا كان شتاء كسوه فيستا وصبات صباتك المجهول هذاك فهمني انا حتى ساعه ساعه واحد يلبس صبات وشيخ يضحك يقول له تضحك صبات العيد جا قدك فهمني من كنت ذري مشيخين علي الصبات صبات مجهول اكحل فتق فهمني وكسوه في الربيع تولي سروال وصبات وكل فم التريكوات بالقلب هذوك ودي روج بردو اول ظهور ليهم ودي ما عندكش فكره فهمني، اما في الصيف نلعبوا على الصنادل تولي صندال وشورت وسوريه ما احناش كان منها هكا تولي نظيفه ودي شيء، اما هذوك هم تاع بشات العيد هذوك ايوه فهمني يشدوا نهيرين راهو باش ما نطولش معاك هو سينو دي خل العيد تلفى اي ليه لا باش يشد نهارين اما بعد نحن خاطر ما نصعبدوش اه يشد نهارين ولا تقعدوا لابسين نهارين لا لا نهارين فهمت لهم بعد نوليو نرجعوا للقديم يدخلوا خاطر يدخلوا في اللعب وفي الكوره وهو حاجه اخذت ميم الكلام في محمد راهو برسمة باش هذاك ريتو ما تصورش انت فرحتنا وقت ذاك مش تمشي بحدا عمتك عمتك كما قال الحلو عاد ربا الحلو مش كنت مش في الحلو انت مش كنت قاعد بقلي وتذوق فهمتني برج البقلاوه فين الفلوس مش كنت فين الفلوس وحاجه اخرى ظلت تكبش في امك هيا وقتاش نزوروا عمتي وقتاش نزوروا خالتي تو احنا مخاطر صغار ما في بالك على حب فيهم عارفين ان احنا مش الفليسات اكل الفليسات عيد هي اللي خلت وعلى فكره على فكره راهو لهنا بنحب ندخل فيها علميا شويه اول ناس عملت احتفالات كبيره ياسر في الحكايه هذه شكون الفاطميين اول من ارسم قواعد الاحتفالات بالاعياد وكما نقولوا واحد حاجه بعد جاء منها بعد جاء الاحتفالات بعد هذاك لكن هما الفاطميين لانه الفاطميين كانت ترجع حتى في النصوص التاريخيه تشوف الاموال اللي نفقوها يخرج السلطان بل نحن الحاكم الفقراء هذوما يوزع اموال ما شاء الله حلويات ما شاء الله فهمتني دونك الترسيخ راه قديم ياسر وتاريخيا معناها ثابت هذا في النصوص مثل ولا موجود موجود القيروان نقصد موجود موجود مع شو الارساء الصحيح تو حتى برشا عباد مش فاهم راه برشا جماعه اللي بتتفرج في برنامج نسبوا زلابه للاندلس لا ليست زلابه نتاعي نتاعنا زلابه خاطر مثلا حدك الكنافه ايش هي هالكنافه سيدي اعطينا القطايف النكلوفي هذيك اسمها بالعربي الكنافه هيا سيدك اسمع عندنا فمك الليماتك باش يروح بيبت الحلواني شكون يفتح عليه مسلسل بيبت الحلواني اللي بناه بنا مصر كان في الاصل حلواني وشكون اللي هو جعفر السقلي ابو جوهر السقلي جوهر السقلي اللي اسس القاهره كان انسان كنافاتي نقول احنا مختص في سي حلواني هو يصنع في الكنافه الكنافة هذيك يا سيد هذيك راهي ولا وهي اختصاص قديم تونسي قديم جدا
خاطر لازم نفهم توا الاحتفالات البعيد راهي ماهيش اسقاط رانا توارث منها اجيال عبر اجيال فهمتني كل مره نزيدوا فهمتي ونطوروا مع كل دخول يعني كيما نقولوا نحن الاتراك والا غيرهم ولا اللي جاوا من الاندلس عباره يدخلوا سامحني لهنا مثلا كيما نقولوا البقلاوه معروفه البقلاوه هي تركي تحب ولا تاكل ولكن التوا في بالك ولا البقلاوه التونسيه اشهر من البقلاوه التركيه هذه ما تعرفهاش هذه نعرف اللي هي بنوكا نو البقلاوه التونسيه مشهوره في العالم اكثر من البقلاوه التركيه لانه علاش خاطر التوانسه طوروا فيها انت المقروض ها مش عطيك حاجه اخرى بكري اسم محمد جبدنا على المقروض طور المقروض والله هنا البحث تقول عامل عركه مع جماعه توانسه فهمتني عامل عركه مع جماعه توانسه حول اصول المقروض والمقروض وخاطر هما كانوا يعملوا في المقروض فما الساعه فما المقروض اليهودي برشا الناس ما تعرفوش شنو هو المقروض اليهودي شنو مقروض ما غير كاشي اول ناس اخترعت الكاشي طومبون القالب القراوه القالب هذاك ريتو القالب تاع المقروض القالب قالب ما تكسرش في راسك ثم جات عملياتك التطوير القرفه والبول والبنه سره خدمه سره بيرمو قروية فواحة ولو انه تمشي راك تلقاها في طرابلس تلقاها المقروض وتلقاها في الجزائر لكن لا خاطر هذيك بقى بريميتيف على الحاله نتاعو الاولانيه المقروض القيرواني توا هو راهو رافين مو كبيره ياسر راهو فهمتني وحاجه رقيقه برشا فهمتني لازم العباد تفهم علاش الشهره اللي كسبناها احنا على المقروض القروي هذا هو نحكيو على الزيارات بكري زيارات القريبه وثم زاد زياره القبور العائلات يخرجوا يمشيو الجبانه هكا سي محمد الجبانه هذه يمشيو الصباح صحيح العاده ولا ماشي عاده هي عاده يمشيو يرحموا يقول لك باش يمشي يرحم يرحموا وحكيت الجبانه هذه باك وحده من ديما انا نوخر بالعيد قبل ب 10 ايام في الجبانه قبل ب 10 ايام ظل فما حركيه كبيره ياسر وفما كلمه تتقال في الجبانه يا اللي تنور يا اللي تنور شنو تلقى واحد عنده شطيل جير فهمتني وهم ينوروا في القبور كيفاش وبي ولا عمي ولا خالي ولا كذا مات وقبروا بالحشيش هذا جاي عيد يا رسول الله ما يجب نحيه والحشيش وننوروه ونبيدوه هاني الحوطه نتاع دار فلان منور اللهم صل على النبي شفت يحكيوا على الموتى يحكيوا على الموتى معناها يعطيهم قدر ثم نهار العيد اللي عنده ميت ما سكرش العام يعمل قيتون مهرجان كامل تلقاه قيتون معنا مبني هكا بكري بالباش بالوعد بالباش وكذا وتلقى الناس عاملين الخبز وزيتون وزيت والناس تاكل المتعدي ياكل وتلقى نساء وبنات واولاد وموفمون مهرجان في الجبانه ما عندكش فكره قداش ظلي معبي الجبانه وتطورت تولت مش باهيه تولت حكايه اخرى اما قبل كانت معناها يمشي يزوروا جبانه منهم يرحموا يقول لك نمشي الرحم خاصه اماتنا امات شوف اكل الكلمه هذيك نتاع ايمان العجائز راهو صحيح النساء الكبار اللعب ليه ما البو يمشي يصلي في الجامع والام تمشي للجبانه على الفجر راه على الفجر تمشي ترحم على 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 الموتى فهمني وتحضر لدار فلانة وتحضر لدار فلانة وتجيك له على النهار وتعطينا الديسكو اللي قلت لك عليه نتاع الحلويات وندوروا في الحوايج حسيتك تاثرت سي يعني عندك شكون تذكرت من الناس يعزوا عليك اي بالطبيعه من شنو خاطر الجبانه فيها نوع اخر وتحس ترجع لو حاجه ترجع لا حاجه اخرى هو العشاويه دبارت تكمل كلام محمد راهو هذا ريتو قبله هو سيري من العشاويات صدقه صدقه وتعرف في رمضان ليله النص وليله 27 وبعد هما شوف ابارت المناسبات الاوفيسيه اللي عليها اجماع تلقى حاله كرم انفلات كرمي انا نسميه فعلا انفلات كرمي وهذه واحسن ما فهم هذه مثلا كسكسي بالحم العلوش هذه كسكسي بالقرنيط تقدر تكونوا هذه مرقه هذي. والناس تود في بعضها فهمتني حاجه به هذه كله فقدناه هذا يعني التضامن الاجتماعي والتقارب هذه متكافل الاجتماعي فما حاجه اخرى علاش قلت تو مثلا احنا تو مثلا ما تسمى الكوزيون سوسيال وهذه هو التضامن الاجتماعي علاش فقدناه خاطر احنا ما فهمناش التنظيم والستركتور نتاع المجتمع تنظيم كيفاش كان متنظم فما برشا حاجات روحانيه كما قال سي محمد ايمان العجائز وبرشا قيم خاطر احنا شنو اللي صار لنا في مخاخنا ماشي في بيننا قاعدين نتقدموا ولكن كي تشوف انه احنا ضيعنا
برشا قيم مهمة برشا كانت هي اللي تربط الأسر، فهمتني، وتقويها. وكيفاش حتى في العرك، وفي العرك مثلا قبل حتى كي ظلوا متعركين ما مش يجي العيد ولهنا ما فيهاش لعب، ما فيهاش لعب راهو. نرجع قلت لي شكون اللي يمشي للصغير يمشي لهنا؟ لا لا لهنا زوز 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 قواعد. فما ناس تمشي بالعمر، يقول لك اللي اكبر مني الصغير ينزل شكل كبير. وفما في عائلات حكايه القدر اكثر من هو بالوجاهه اكثر والاحترام، مش فلوس راه. شكون الشخص في العائله ذيك اللي الناس قدروا برشا؟ فهمتني؟ وعلى فكره راهي متعه. انا مثلا سي محمد يعرف يعرف الوالد ويعرف كل شيء ويعرف جدي وكل شيء. احنا مثلا اعيادنا مثلا قبل العيد الصغير احنا 3 ايام، علاش عيد الصغير 3 ايام؟ دارنا ما تفرخش، علاش؟ يجيونا اقربنا من تونس، يجيونا اقربنا من نابي، مرات ساعات يجيونا من قابس. دونك 3 ايام كيما نقول لك سي محمد راهو مهرجان، سي مهرجان مهرجان سي مهرجان. في العيد الكبير ده نفس الحكاية، مهرجان. راهي الأعياد توا اللي عاصرناها احنا ماهيش الأعياد توا. توا يظهر لي سنة الغالب عملناه ولا لا 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 ماهيش سنة في حجر صحي. اي بخلف الحلوز سي محمد، شنو هي أول أكلة تبدا تاكلها؟ لما الناس يبداوا يستناوا في الكفتيجي، وقتاش يحل الكفتيجي يرجع توا لغة توا الكفتيجي. سامحني خويا نجح، لغة توا الكفتيجي كانت الحلال، صبحونا على حلال. والدويدة خلينا نقول دويدة، خلينا نقولوا مقارونة دويدة الجاية، فهمتني؟ هذوما تلقى هذوما في نهار العيد، فهمتني؟ خاصة العيد الصغير، فهمتني؟ شوف كاينهم صحيا، لا اله الا الله، كاينهم صحيا متقدمين يعني باش ما هذا هو يعني حابين ناكدوا انه الاكله تكون صحيه، مثل بعد خاصه بعد شهر رمضان جاري. واش ما خير من الجاري؟ فهمتني؟ ما يعبيهاش باللحم والكسكسي ونعرفش ترشو ونعرفش المرقه والخبز، فهمتني؟ الخبز والمشوي والواحد هذاك في العيد الكبير. أبا هاو برشا حلو زادا مش به في حلو العيد. شوف شوف برج البقلاوة الكبير والله ماهوش نفس الحلو. والله كي تاكل كعبة مقروض تذوب في فمك الساعة، فهمتني؟ والمقروض اش فيها؟ فيها دقلة، فهمتني؟ والمكونات نتاعها شمين، فهمتني؟ ولا شحور عسل، اي شحور عسل، عسل سكريات صحيح. ولكن الناس كانت تتحرك قبل، ما كانتش قاعدة. تي نحنا اسمه مش نعبط منها لقشة، أنا مقروض وأنا حلو وأنا دخل بعض الناس تتكربس وناس تجري وناس تكور وناس تعب، فهمتني؟ وكانت الأعمال اليدوية حتى بياتنا زيادة وأخواتنا الكبار كانت كل ما تخدم على الفيزيك، فهمتني؟ ثم حركة حركية جهد حركية فهم. مش كيما توا قاعد، توا راهي غلبتنا. شوف شوف غلبتنا هالصالونات والقاعدة والتلفزة، ونقعد ساعتين وثلاثة واربعة قدام التلفزة وبتبيع وهيت ناكل وهيت ناكل. شو كنت تمشي تقعد في القهوة ثلاثة واربعة سوايع عن تيسي؟ ما فماشي حتى على القهوة. شكون يقعد في القهوة؟ ليه عاد؟ ليه العاد؟ الكبار يقعد في القهوة، الشباب ما يقعدش في القهوة. كيفاش يقعد؟ تو سامحني فما ندخلوا حكاية التربية حتى بخلاف عيد. شوف فما شكون يحكم في الصغير؟ في الصغير في الشباب. البو يحكم، العم يحكم، الخال يحكم، صاحب البو يحكم، الجار يحكم. فما قدر، فما قدر. شو نقعد في القهوة؟ لا لا نقعد في القهوة وصاحب بي قاعد غادي. شو سي نور الدين كما أعطينا الأكلات الصحية بعد شهر رمضان، شهر الصيام في خلاصة شنو الصحية التراثية؟ أي فما حاجة خلفناها احنا، هي التحضير لحلو. على فكرة التحضير لحلو سيدي احنا لازم التفيلق، هاو علاش لازم التفيلق؟ وعنصر النسائي وعنصر الرجالي الصغار. لا لا كل حد عنده دور. الساعة البنات الصغار هذيك سيدي فورماسيون، سيكل دو فورماسيون، خاطرة وبالعربي ونفع. مثلا أنا أمي مثلا كانوا يسلفوها مثلا جيراننا، علاش تسلفوا فيها؟ أمي عندها حلة البقلاوة مش عادية، دونك خاطر أمي تعلمت حلة الناس الكبارات الأخضر. دونك ايجا يا فلان يا ايجا ايجا هاي تو نجيك غدوة نحل معاك صحنا البقلاوة، سنية البقلاوة اش يتم. خلي العمل ديك نعيطوا للشباب نقولوا احنا البنات هذي خدمة بالبنات، البنات السبايا ولا الصغيرات وكذا يدخلوا في ستاج دو فورماسيون. ايوا مش يعلموهم الكبارات، يسرقوا في الصنعة، يبداوا بالحاجات الصعيبة.
كي نقولوا احنا مثلا توا البسكوت وساهل اي طفل حط لهنا حمص وزبيب صغار بيت وليد هذوك ما يسالش حط لهنا في الماكينه دورها ولا قمعها مكتوب عليهم حاجه باهيه ذكريات حلوه وفيها برشا حلو ونختموا بالصنعه ولا الحاجات البنينه المتوارثه يعني اب عن جد والجيل اللي ورث ربما حاجات باهيه على الاجداد وبقات متواصله وذكريات في القيروان كلمة الختام في نص دقيقة في كنت للحلقة للعيد اي لا لا شوف الصنايع هي نحكيه على حلو الساعة في الحلو اللي تسمى وكان في دار يخدم في السقيفة مثلا السجني ده حتى اللي مش نعمل في دعاية كانوا في دارهم بعد في مرشي العجاز المنتالي المقروض كان في الديار كان في الديار وكان في السقيفة وبعد ولا يتشريان يمشيوا لدار السجني يشري وبعد الولاد ولا ورثوا وما شاء الله توا برشا عائلات وبرشا اسامي الحلو ورثوا ابن عن جد خاصة المقروض صناعة المقروض ونعرفون توا في القروان الساعة ساعة شوف الناس بمليها يجيك راه مش كل مقروض يتشرى فهمني لازم حاجة صحية وما ايه تقول مثلا هكا ولا سي نوردي نهرب بيك شوية ونرجع على الوقت ما عادش لا فيش حاجة تمشي لتطاويل مش تاخذ أحسن حاجة في تطاويل محشي تطاويل ما تنجمش تشري منين يجي محشي تطاويل يلزم من عند ماري تطاويل واضح مشكور سي محمد سي نوردين في الاخير نقولوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ترجع العادات التقاليد هذه القديمه راهي ما تصوروش قداش فيها برشا جو برشا سرتون كل واحنا التالف اجتماعي واخاء اجتماعي فقدناه في العصر توا في عصر التكنولوجيا وكذا وان شاء الله يا ربي والوالدين وكذا ياخذوا الدرس ويرجعونا شويه الاجواء خاطر راهو المجتمع قاعد يتفكك واحنا ما نحبوش مجتمعنا يتفكك نحبوا تواصلوا بارك الله فيكم هذا هو ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل ونلتزموا بالبروتوكول الحجر الصحي نحميوا بعضنا نحميوا رواحنا نتفاداوا ونتجنبوا الاكتظاظ ونحرصوا على الغسل الايدي ونحميوا رواحنا وان شاء الله ديما حيين بخير نشكركم الكل نشكر فريق نشكر فريق التقني عزيز الهلالي في الاخراج ومحمود ترودي في الديجيتال شكرا لكم.